بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم في خير وعافية. لا زال الحديث عن الوضوء وذكرنا أن الوضوء مهم جدا لتصحيح عباداتنا لتصحيح صلاتنا وقضية الوضوء قضية جوهرية إنصافا في آه صحة صلاتنا لا أقل الصلاة أن تكون صحيحة ونحن مبتلون مبتلون بالصلاة يومية كل واحد من عندنا كل واحد من عندنا لابد أن يصلي يومية خمس صلوات هذه الصلوات لابد أن يكون الإنسان متوضي فما يمكن إنسان متدين ويريد أن يطيع الله سبحانه يطيع الله سبحانه وتعالى هو ما يعرف يتوضأ، أنا استغرب بعض الشباب لما اسأله شلون تتوضأ؟ يقول ما اعرف، إذا أنت ما تعرف تصلي يعني أنت ما تصلي اللي ما يعرف يتوضأ يعني ما يصلي، يقول لا هو يصلي صلاة بدون وضوء ما يصير، هناك شروط لصحة الصلاة، وحدة من شروط صحة الصلاة أن يكون الإنسان على طهارة أن يكون متوضي فالوضوء أخواني مهم جدا مو أنه واحد يقول ها إحنا الآن في القرن الواحد وعشرين وانتم تبحثون عن الوضوء نعم إحنا حتى القرن السبعة وعشرين حتى القرن الثلاثين ما نربط التطور التكنولوجي والتطور المعلوماتي ما نربط أنا, أنا أريد أقيم علاقتي مع الله وعلاقتي مع الله على أن أطيعه شلون أطيعه أن أدي صلاتي والصلاة هو قائل أنه إذا تريد تصلي لابد أن تتوضى هسه سواء كنا في القرن الواحد وعشرين أو قرن القرن الخمسين مو مهم هذه علاقة بينك وبين ربك والعلاقة بينك وبين الله لابد أن تكون صحيحة شلون أن أؤدي اللي فرض الله علي شنو اللي فرض الله علي أن أصلي بوضوء فإذا الوضوء واجب وشلون أنا أؤدي الوضوء بشكل صحيح لابد أن أتعلمه وهاي الحلقات إحنا اه على حال اه عملناها حتى الأخوة المؤمنين اللي استوهم بالغين أو اللي بالغين وبعدهم ما متعرفين على اه أحكام الوضوء بشكل صحيح أن يستمعوا يستمعوا إلى هذه الحلقات وإلى هذه البرامج فإنها على حال مفتاح لنا جميعا حتى نصحح عباداتنا ونكون اه على حال فرغنا ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى زين ذكرت أنا في حلقة السابقة وأنا أرجو جميع الأخوة والأخوات اللي يستمعون ويشاهدون هاي الحلقة تشاهدوها استمعوا وشاهدوا الحلقات الماضية يعني الحلقات الماضية هي متسلسلة يعني جاء أتكلم بحث متسلسل وهذا البحث المتسلسل يحتاج الإنسان أن شنو أن يرجع إلى الحلقات السابقة أيضا يستمع لها وحتى تكون عنده نظرة متكاملة أو رؤية متكاملة حول الوضوء وشرائط الوضوء وكيفية الوضوء وما إلى ذلك. راح أتكلم في قواعد مهمة. أنا تكلمت عن بعض القواعد في الدرس الما في الحلقة الماضية أن هناك قواعد للإنسان اللي يشك، للإنسان اللي يتردد أه شو يسوي؟ الانسان يتردد انا متوضي لو ما متوضي؟ انا كنت متوضي بعدين طلعت للدرس، طلعت للشغل، بالطريق نمت بالباص لو ما نمت بالباص، طلع ريح من عندي لو ما طلع ريح، شنو القاعده؟ شو اسوي؟ اروح اتوضى مره ثانيه؟ هاي قواعد احنا قلنا الانسان اللي يكون متوضي وبعدين يصير عنده شك انه نام لو ما نام، طلع ريح لو ما طلع ريح، يعتبر نفسه انه على وضوء. ما يحتاج ان يجدد وضوء من القواعد اليوم راح نذكر قاعده اخرى، شنو القاعده الاخرى؟ الانسان اذا كان في اثناء الوضوء في اثناء الوضوء كمل الوضوء الى ان وصل الى مسح رجله مسح القدم مسح القدم اليسرى، جاي يمسح قدمه اليسرى، رجله اليسرى جاي يمسحها. شك شك انه على حال مسحي صحيح لو مو صحيح الفقهاء يقولوا عيد المسح مرة ثانية ما دام أنت في أثناء العمل وشكيت عيدة عيد عيد هذا الأمر وعلى حال اعتبر أنه عملك صحيح فمتى أنا ما أعتني بعملي عفوا متى ما أعتني بشكي متى لا اعتني بشكي؟ يقول الفقهاء اذا كملت شغلك، كملت الوضوء، بعدين شنو؟ بعدين آه انقضى وقت. انا توضيت صار لي نص ساعه. نص ساعه. بعدني ما مصلي. بس نص ساعه انا متوضي، بعدين شكيت ان وضوئي صح لو لا؟ نقول له اعتبر وضوءك صح، وما يحتاج ان تعيد وضوءك، ليش؟ لانه الانسان اسمعوا جيدا لان الانسان في اثناء الوضوء بعده الموالات ما راحت ومسحت رجلي ولما مسحت رجلي دقيقه وانا شكيت لازم اعيد مره ثانيه ليش لان ما صار شنو ما صار فقدان الموالات فقدان موالات يعني ما صار فتره طويله ما دام في اول دقائق اقدر اعيد شنو العمل الاخير اللي هو مسح الرجل حتى اصحح وضوئي. وقلت ايش وقت احنا ما نهتم بالشك اذا فاتت فتره نص ساعه، ربع ساعه، اقل، اكثر، ذاك الوقت اقول اللي فات كان صحيح واللي سويته صحيح ما يحتاج ان اعيده وهذا يسمى شنو؟ بالفراغ قاعدة الفراغ إذا فرغت من عمل وشككت فيه فابني على صحته سيه. أكو قاعدة أخرى من قواعد باب الوضوء وغير الوضوء طبعا وهو الإنسان إذا خلص غسل أو وضوء أو صلاته خلصها واحنا كلامنا بالوضوء طبعا اذا خلصت انا الوضوء كامل وقعدت فساعه ساعتين بعدين اسمعوا جيدا بعدين علمتوا علمتوا مو شككتوا لا لا مو شككتوا علم علمتوا ان ايدي هذه ما غسلتها عدل يعني صار عندي يقين أن إيدي اليسرى ما خسرت عدل أو أن وجهي ما خسرت عدل شلون؟ مثلا توضيت كاملة وبعد ساعة رحت علم راية شفت هنا أنا أكو صبغ وأنا ما كنت شايفة صبغ وهذا الصبغ كان قبل شنو؟ قبل الوضوء فلازم شو أسوي؟ أوخر الصبغ وأروح أتوضى مرة ثانية ليش؟ هاي القاعدة من توضأ ثم تيقن مشك لا 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 الشك غير وتيقن أن وضوءه فيه خلل أن وضوءه فيه نقص فيجب عليه أن يجدد وضوءه واضح أجيب مثال ثاني خل أجيب مثال ثاني أنا توضيت بشكل كامل توضيت بشكل كامل بعدين بعدين اتيقنت اتيقنت باني ما مسحت راسي او مسحت راسي بس راسي كان كله دهن امدهن راسي ونسيت اكو دهن براسي والان حسيت انه راسي كله دهن شلون انا توضيت فلازم اروح اغسل راسي أوخر الدهن وانشفه وبعدين اروح اتوضى مره ثانيه اذا اليقين اليقين بالخلل في الوضوء لا يعني أن وضوئي صحيح لا بد من إعادته أما الشك الشك بأن وضوئي في خلل لا ما أعتني بشكي وأعتبر وضوئي صحيح صار واضح؟ إذا فرق بين اليقين والشك إذا تيقنت لازم أعيد الوضوء زين قاعدة أخرى قاعدة مهمة شن هي تقول كل من صلى وبعد الصلاة شك في اصل الوضوء انا صليت الله اكبر كملت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لما سلمت كملت قلت ما ادري انا متوضي لو ما متوضي متوضي لو ما متوضي شكيت يقول الفقهاء صلاتك شنو صحيحه شلون سيدنا مو انا ما ادري متوضي لو لا مو كملت صلاتك واحنا قلنا قاعده اكو قاعده اذا فرغت من عمل اذا فرغت من عمل وشككت فيه فابني على صحته. انت الشك انه متوضي لو لا لو تقول والله ما متوضي لو تقول انا متاكد ما متوضي خصلاتك صلاتك باطله بس انت ما تقول متاكد تقول ما ادري انا متوضي لو لا الشك تعتبر صلاتك صحيحه ما يحتاج اعادتها. بس شو تسوي؟ ولكن لما تريد تصلي صلاة ثانية تروح تتوضأ. لما إذا صلي صلاة ثانية لازم أتوضأ. قد واحد الآن يستغرب شلون سيدنا أنت الصلاة اللي صليتها اعتبرتها صحيحة بس لما الصلاة الثانية تروح تتوضأ، إيه كل وحدة لها قاعدة. كل وحدة لها قاعدة، شنو القاعدة؟ القاعدة الأولى شو تقول؟ تقول إذا فرغت من عمل فرغت من عمل وتعتبر نفسك انت متوضي الانسان ما يوقف للوضوء للصلاه الا هو متاكد متوضي انا كنت متاكد انه متوضي الله اكبر صليت كملت بعدين اجاني الشك انه انت كنت متوضي لو لا يقول ها صلاتك صحيحه مشيها بس الصلاه الثانيه انا عندي شك اني متوضي لو لا للصلاه الثانيه عندي شك قبل ما ادخل الصلاه عندي شك بعد ما اكو فراغ وانما اريد ابدا بعمل ثاني وهي الصلاه لازم اروح اتوضا اذا كل شك ياتي بعد العمل انه كنت متوضئ لولا ابني على صحه العمل صحه الصلاه اما للعمل الاخر والصلاه الاخرى لابد ان تتوضا هذه قاعده مهمه وفيها طبعا يعني قواعد اصوليه قواعد اصوليه مهمه اللي هي طبعا قواعد فقهيه واصوليه بها قاعده الاستصحاب في قاعده الفراغ وهذه قواعد مهمة في إعطاء الحكم الشرعي وهذه مهمة الفقهاء مو إحنا إحنا قد ما نفهم ليش ولكن أكو أدلة الفقهاء يمشون الأدلة عليها زين القاعدة الأخرى إذا شك في أثناء الصلاة في أصل الوضوء أه. الله أكبر الحمد لله رب العالمين جاء قرأ بالركوع سبحان ربي العظيم وبحمده شكيت أنا متوضي لو لا اثناء الصلاه انا متوضي لولا يلا من يجاوبني امشي اكمل صلاتي لا ليش لان انت بالاثناء العمل اثناء العمل اذا شكيت به بطله قطعة وروح توضى تقول سيدنا شلون انتم تقولون انه اذا شككت اذا شككت بعد الفراغ من العمل انت بعدك ما فارغ من العمل انت في اثناء الصلاه وفي اثناء الصلاه شكيت انا على وضوء لولا فأنت لابد أن تقطع صلاتك وتروح شنو؟ تتوضأ. فإذا الشك في أثناء العمل يختلف عن الشك بعد الفراغ من العمل. الفراغ من العمل تجي قاعدة الفراغ. أثناء العمل تجي قاعدة الاشتغال، أنه أنت اشتغال يعني أنا مشغولة ذمتي وما أقدر أنا أبرئ ذمتي إلا أن أأتي بصلاة شنو؟ بصلاة صحيحة. من جميع الجهات، والصلاة الصحيحة من جميع الجهات لابد أن أكون على وضوء في أثنائه، فلازم أخضع الصلاة وأروح شنو؟ أتوضأ، صار واضح؟ جيد. القاعدة الأخرى، كل من توضأ وصلى وبعد الصلاة شكّ، بعد الصلاة شكّ، في صحة الوضوء، فيبني على صحة وضوئه وصلاته ويجوز له أن يأتي بالصلاة الآتية بهذا الوضوء يعني أنا توضيت توضيت وصليت بعد الصلاة شكيت في صحة مو أصل الوضوء مرة تقول أنا أصلا متوضي لو ما متوضي مرة أنا أقول أنا أصلا متوضي لو ما متوضي هنا نقول صلاتك اللي صليتها صحيحة بس الصلاة جاية لازم تتوضأ لها بس الآن لا أنا توضيت وصليت كملت شكيت أن الوضوء اللي توضيته صحيح لو لا؟ فقا يقول: ابني على صحته. ابني على صحته وتقدر صلوات الثانية أيضا تصليها. ليش؟ لأن الشك في العمل الأصل شنو؟ صحة العمل. نذهب إلى فاصل ونعود حتى نكمل المطلب. حياكم الله اخواني واخواتي الكرام ارجوكم في مسائل هاي القواعد اللي جاء ابينها قواعد جدا دقيقه احنا مره نتكلم الشك في اصل الوضوء الشك في اصل الوضوء انه انا متوضي لو لا فلازم اروح اتوضا يمتى قبل الصلاه انا اذا صلي متوضي لو لا ما ادري اروح اتوضا مره لا انا صليت كملت صلاتي بعدين شكيت انا متوضي كنت لولا يقول صلاتك صليتها مشيها بس الصلاه القادمه تروح تتوضا مره لا انا اشك ان الوضوء اللي توضيت صحيح لو مو صحيح مو متوضي لو لا سو توضيت والله والله توضيت بس وضوئي صحيح لا الشك في الصحه الاصل الصحه يعني الاصل انه صحيح ما يحتاج أن أعيد وضوئي والصلاة لي صلاة صحيحة وأقدر أصلي صلوات أخرى أيضا بهذا الوضوء ما يحتاج إعادة الوضوء واضح هذا؟ جيد قاعدة أخرى شو تقول؟ إذا شك في أثناء الصلاة بصحة وضوئه في أثناء الصلاة يشك أن وضوءه صحيح لو لا مو أنه أصل أنه متوضي لو لا 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 الوضوء اللي أنا توضيته صحيح لو مو صحيح شك في الصحة بعد أن كان متأكدا من أنه توضأ يعني أنا متأكد والله أنا متوضي بس وضوئي صحيح لو لا يقول الفقهاء يبني على صحة وضوءه وصحة صلاته ويكمل صلاته ليش؟ لأن الشك في الصحة الشك في الصحة نبني على الصحة هيحفظوها الشك في صحة العمل نبني على صحته الشك في صحة الوضوء نبني على صحته الشك في صحة الغسل نبني على صحته الشك في صحة العمل نبني على صحته وتمامه ونقدر أن نصلي ونكمل أما إذا أنا شكيت أن أصلا متوضي لو لا أنا مغتسل لو لا لابد أن أروح أغتسل لابد أن أروح أغتسل حتى أصلي أو أغتسل حتى على حال أصوم وهكذا هذه قواعد مهمة جدا وكنا نحتاجها خصوصا للمبتلين بمن بالشك والوسواس وهذه أنا أعتقد حلول حلول فقهية وقواعد تخلص الإنسان من وساوس الشيطان وتريحة في أداء الأعمال زين الآن أريد أتكلم عن قضية مهمة وهي قضية ما هي أحكام الوضوء الوضوء إلى أحكام الوضوء إلى مجموعة أحكام ما هي احكام الوضوء؟ راح نتكلم عن بعض احكام الوضوء بشكل حسب تعبيرنا مبسط وسهل. الحكم الاول انه الانسان لما يريد يتوضا يجوز الانسان ان يتوضا بهذه النيه. شنو هي النيه؟ ان اكون على طهاره. ليش تتوضا بابا؟ أنا أسأل ابني بابا ليش تتوضا؟ يقول بابا حتى أكون على طهارة، حتى أكون على وضوء. يجوز بل يجوز. يجوز الإنسان يجوز الإنسان أن يتوضأ بنية أن يكون على طهارة، أن يكون على وضوء. زين. إذا كان على وضوء وعلى طهارة يقدر يصلي إذا دخلت الصلاة. يقدر يزور إذا دخل للزيارة يقدر يقرأ قرآن إذا راد نعم اللي يتوضى بنية الطهارة اللي يتوضى بنية الطهارة كل شيء يقدر يسوي بهذا الوضوء يصلي ويقرأ قرآن أو أي شيء من هذا القبيل فلا إشكال في ذلك فما يحتاج واحد يقول أنا شلون متوضيت ساعة عشر الصبح شلون أنا اصلي بهذا الوضوء نقول له ماكو اشكال اذا انت ناوي في وضوءك ان تكون على طهاره فانت على طهاره الى ان دخل الوقت فانت على طهاره فصلي لانك على طهاره صار واضح جيد هل يجوز الانسان ان يتوضا قبل دخول وقت الصلاه او لا الجواب نعم يجوز للإنسان أن يتوضأ قبل دخول الوقت أنا أروح ساعة عشرة ساعة 11 أتوضأ إيه لصلاة الظهر أتوضأ لصلاة الظهر والصلاة الظهر بعدها شنو؟ بعدها ما حلت بعدها ما حلت لا إشكال في ذلك تقول سيدنا شلون مو صلاة الظهر ما صارت واجبة أخي الكريم أنا أتوضأ حتى اكون على طهاره لما تدخل الصلاه اكون على طهاره لان اصلي، لا اشكال في ذلك وصلاتي صحيحه. زين الحكم الثالث اذا كان الشخص على وضوء فهل يستحب له ان يجدد الوضوء من باب انه نور على نور او لا؟ الجواب الجواب نعم. إذا كان التجديد تجديد الوضوء لأجل الصلاة ما في إشكال أنا متوضي فإذا متوضي روح صلي يقول لا أريد أتوضى مرة ثانية ليش تتوضى مرة ثانية أريد أنا أتوضى وضوء ثاني للصلاة يقول ما في إشكال ولكن إذا كان تجديد الوضوء لغير الصلاة وانت متوضي او شيء من هذا القبيل ماكو استحباب مو مستحب الانسان ان يجدد وضوءه لشيء ما ما يحتاج الى وضوء مثلا اريد اقرا قران اريد اقرا قران وانا متوضي انا متوضي فهل يستحب ان اروح أتوظّي مره ثانيه حتى اقرا قران؟ الجواب لا استحبابه ليش لا استحبابه؟ لانه قراءة القرآن ما يحتاج وضوء قراءة القرآن ما يحتاج وضوء وانت على وضوء ما يحتاج تحت تتوضى مرة ثانية فماكو استحباب نعم إذا الإنسان يريد يتوضا بنية رجاء المطلوبية ماكو إشكال رجاء المطلوبية يعني يمكن الله يحبها أسويها أما أنه بنية الاستحباب لا هذه قضية مهمة فأريد أبين أيضا في الشيء لا بأس به أنه الوضوء إخواني الوضوء على قسمين وضوء أنا أرفع عن نفسي الحدث الحدث يعني أنا نايم وأريد أرفع حدث النوم حدث النوم شلون أرفع بالوضوء فلما أتوضي فيسموني أنا متوضي من النوم اللي كنت به أروح أتبول حشاكم أجي أتوضي حتى أرفع حدث البول أنا كنت مثلا خرج مني ريح فأنا محدث فاروح أتوضح حتى ارفع شنو؟ حدث الريح. فكل شيء اللي يمنع الوضوء، كل شيء اللي يبطل الوضوء، انا اتوضا حتى ارفع ذلك الحدث يسموه وضوء رافع للحدث. وضوء رافع للحدث. زين. وهذا يسموه وضوء رافع. عندنا وضوء عندنا وضوء في واقع الحال يسموه وضوء تجديدي مو وضوء رافع للحدث، انا متوضي انا ما محدث الان الحمد لله متوضي لا طلع مني ريح لا نايم لا بلت لا هم يحزنون انا بس اريد اجدد يعني انا اقصد من هذا الوضوء ان شنو ان اتوضى مره ثانيه حتى احصل على شنو استحباب الوضوء هذا الوضوء الثاني يسموه وضوء تجديدي الناس الان اروح اجدد، شو تجدد يعني؟ اروح اجدد يعني اروح اتوضا، انت متوضي؟ يقول لا سيدنا انا كنت نايم، هذا ما يسموه اتجدد، هذا يسموه انا راح أتوضي فعندنا وضوء رافع للحدث وعندنا وضوء تجديدي. هذا الوضوء التجديدي مستحب لو مو مستحب؟ الوضوء التجديدي مستحب لو مو مستحب؟ الفقهاء يقولون؟ اذا كان التجديد لاصل الصلاه فهو مستحب يعني انا اتوضى مره ثانيه حتى اصلي مستحب اما اذا كان لا انا اجدد الوضوء حتى اقرا القران او كذا ما عندنا استحباب لهيك وضوء ثاني مو ما مستحب فاذا ما مستحب فما تقدر انت تتوضى وضوء ثاني بنيه الاستحباب هذا في اشكال شرعي الله ما خلى وضوء مستحب، انت جاي تخليه مستحب. في اشكال شرعي، واضح؟ زين يجي يسالني الاخ يقول هل الوضوء هل الوضوء مستحب في نفسه؟ من دون ان تكون لي غايه؟ من دون انه عندي قصد الصلاه او قصد الطواف بالبيت او شيء من هذا القبيل؟ واكون على واكون على طهاره فقط، هل هذا مستحب؟ هل يستحب ذلك او لا؟ يسال الاخ ان هذا مستحب او ليس بمستحب. الجواب في هذه المساله هالشكل راح نجاوب انه في واقع الحال الانسان اذا اتى بهذه لا يكون هناك استحباب في نفسه انما المستحب ان يتوضا الانسان لان يكون على طهاره مو هو متطهر وانا اروح شنو؟ اتوضى مره ثانيه، هذا ماكو اي استحباب لهذه لهذا الوضوء الثاني. فاذا لابد ان يكون الوضوء الثاني لغايه من الغايات، واذا ماكو غايه فماكو اي استحباب الا. جيد. الحكم الرابع من احكام الوضوء. يقول الفقهاء من احكام الوضوء انه يحرم على غير المتوضئ يحرم على غير المتوضئ أن يمس كتابة القرآن حتى الحركات حركات القرآن ما يجوز الإنسان يلمسها وهو غير متوضئ سيدنا أنا جاء ألمس الضمة ألمس السكون ألمس المدة المد والسكون والضم والكسر كل هاي الحركات اللي على الآيات ما يجوز الانسان ان يلمسها بدون وضوء، هذا واحد. اثنين ما يجوز الانسان ان يلمس اسم الله سبحانه وتعالى. الله الرحمن الرحيم القيوم كل اسماء الله الحسنى ما يجوز الانسان ان يلمسها بدون ماذا؟ بدون وضوء. يسالنا سؤال لطيف يقول هل يجوز ان المس اسماء الائمه والانبياء؟ والسيدة الزهراء من غير وضوء إيه ماكو إشكال لا إشكال في ذلك وإن كان مستحب الإنسان مستحب الإنسان أن يتوضأ بس مو واجب مو حرام عليه أن ألمس أس أسامي الأئمة وأسام عيسى وموسى وإبراهيم أسماء الأنبياء يجوز الإنسان أن ألمسها بدون وضوء ولكن مستحب الإنسان أن يتوضأ حتى يلمس هذه الكلمات الطيبة سؤال يقول هل يجوز بس كتابه القران ولفظ الجلاله عبر الشاشه او عبر الموبايل نعم يجوز ما في اشكال ليش لان هذه ما ما, ما تلمس الكتابه تلمس صوره الكتابه هاي بالتلفزيون او بالشاشه او بالايباد او بالكذا انت ما تلمس الكتابه تلمس صورتها والصوره هذه ليست هي الكتابه ما في اشكال في ذلك زين اكو شيء على اي حال مهم اذكره في اخر بحثنا عن الوضوء، بعد ما عدنا شيء اخر شيء اريدنا اكو مستحبات مستحبات الانسان ياتيها في الوضوء، شنو هي؟ اولا انه لما اريد اتوضا اولا اسمي بسم الله الرحمن الرحيم هذا مهم وعلى اي حال اغسل ايدي بداية الوضوء أغسل إيدي إلى الزندين بشكل كامل وأتمضمض ثلاث مرات مستحب، أستنشق ثلاث مرات مستحب، وأتمضمض مرة أخرى أيضا مستحبة، إذا أغسل وجهي أن أغسلها مرتين هذا مستحب، إيدي اليمنى أغسلها مرتين مستحب، بس اليسرى أغسلها مرة واحدة. أه اذا اذا رجل اذا رجل يريد يغسل ايده اذا يريد يغسل ايده لازم شنو؟ يبدا ماذا؟ يبدا بغسل ذراعه في الغسل الاولى والثانيه والمراه باطن الذراع هسه هذه قضايا مستحبه هواي مو مهمه انا ما اريد اعقد عليكم القضايا اكو ادعيه الانسان يقراها ايضا مستحبه ادعيه عند الاستنشاق، ادعيه عند المضمضه، ادعيه عند غسل الوجه، ادعيه عند مسح الراس، هذه ادعيه، والادعيه الانسان يقراها ان شاء الله تعالى مستحبه، اخر عند اكمال الوضوء يقول اللهم اني اسالك تمام الوضوء وتمام الصلاه وتمام رضوانك والجنه، وقراءه سوره القدر، سوره القدر مستحب الانسان بعد ما يكمل الوضوء ان يقراها. هذا كل الكلام عن الوضوء. كملنا بحث الوضوء راح نيجي انه الانسان اللي عنده مشكله الحدث كل ساعه يطلع ريح كل ساعه كذا هذا بحث راح نتكلم عنه ان شاء الله تعالى في حلقات قادمه نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويجعل عاقبه امرنا وامركم خيرة ويعجل في ظهور امام زماننا ويجعلنا من انصاره واعوانه وشيعته ومحبيه ويرحم شهدائنا ويعافي جرحانا ومعوقينا ولا تنسوني والدي من الدعاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين